العبادة الحقيقية هي عربون الحب، العبادة الحقيقية هي أساس الحب، العبادة الحقيقية صانعة الحب. عشان كده يقولوا محتاجين مراجع لعباداتنا، محتاجين مراجع لعبادتنا. ما هي الوصية العظمى؟ الله قريب، بس مش تاني أبدا. أنا مرة قلت ربنا، متأسف اللفظ وجاز التعبير، ربنا غاية في الذكاء في العبارة دي، غاية في الذكاء. عارف لو ربنا قال الوصية العظمى أنت حب الله من كل قلبك، تسأل أي حد تحب ربنا يقول لك بموت فيه من كل قلبك من كل قلبك. وقريبك دي بأمارة إيه؟ حط قريبك. عشان كده حب الرب إلهك دي عبادتك، عبادتك دي وطنياتك وصلواتك ودموعك واعترافاتك وقداسك، دي العبادة. الرب إلهك دي العبادة. قريبك ده الترجمة العملية للعبادة الحقيقية. مش بنازم الكنيسة مش شايف حد قدامي وكنت بصلي، مش صلي، مش صلاة، ده مش صلاة. مردود الصلاة يبان على قريبك، ان يشوف الله فيك، تنزل معاك الله، تنزل من المذبح تسلمه الله. ان ما فرحش وارتاح قريبك يبقى ما كنتش بتصلي. احنا محتاجين مراجعة لعبادتنا. الرب إلهك ده عبادتك، ده شغلك. قريبك مردود ده، مردود ده على قريبك ايه؟ بعبد وصلي وصوم، طب فين ده؟ فين ده؟ مش باين، مش باين. لقد سكن الله في قلوبهم فتوسعت. حط ربنا في قلوبهم، وسعت، دخل القريب والغريب والعدو، تسعت قلوب، تسعت عندما سكنها الله. لقد أحب المخدوم كله. أحيانا نحب المخدوم مش كله، أحيانا نحب المخدوم مش كله، نحبه روحيا ونفضل نحكي روحيا لما نموته. طب ونفسيا وعقليا وجسديا، ما هو لقد أحب المخدوم كله. أحيانا نخش بيوت ونغمض عينينا كده، يا عم فتح وشوف الدنيا فيها إيه، شوف الناس عايزة إيه، شوف الناس محتاجة إيه. الخدمة الكاملة الشاملة، أنت أب مسؤول عن كل المخدوم، مسؤول عن روحياته، عن روحياته تقبله، تقبله مهما كان. في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 7 عدد 36 بيقول إذا امرأة في المدينة خاطئة وإذا علمت أنه متكئ في بيت الفريس أخذت كروة طيبة وقفت نهارا عند رجلي باكي. أنا في كلمة ما قلتهاش، وإذا امرأة في المدينة خاطئة، العبارة دي تنفع ولا ناقصة؟ هي تنفع بس ناقصة كلمة. إذا امرأة في المدينة كانت، كان ممكن ما يحطش كانت، كان ممكن ما يحطها. إذا امرأة في المدينة خاطئة، كانت خاطئة، كانت بمجرد ما فكرت وراحت تعترف وعايشة اعتبرها تائبة. أهو ابنك، أهو ابنك، أهو ابنك، أهو قصب مرضه لا يقصف. كلنا تحت الضعف. كان في قصة كده، راهب برضو، راهب كان رئيس دير، وراح له شاب صغير مترهبا قال له أنا بحارب بالشيحه. قال له احنا عندنا أول مرة أسمع الكلمة دي، يلا بره الدير صلى عني يا أبويا وخليني وحطني في ظل صلواتك حتى ربنا يرحمني. أبدا أنا أول مرة أسمع عنك. الساعة 3 الفجر راح ماشي قبل راهب في السكة، أنت مين يا ابني؟ قال أنا ابنك الراهب فلان. رايح فين؟ قال له أنا طردوني من الدير عشان أنا شهواني. مين اللي قال لك كده؟ قال له رئيس الدير قال لي لازم تمشي. قال له طب ارجع الدير. قال له ما ينفعش. قال له ارجع الدير مالكش دعوه انا هتصرف. راهب ده كان قديس، خلى الواد روح رجع الدير وبدا يا رب الحرب اللي على الغلبان الصغير ده يديها للكبير ده عشان يحس بالناس. 10 دقايق لقى الراهب الكبير جاي في السكه، مين هناك؟ قال له انا ابونا فلان. راح فين؟ قال له راح اتجوز. انت عندك 80 سنة. قال له ده انا ما نمتش، حبوب الشهوات موتني. قال له احسن، عشان جالك راهب صغير غلبان ما شلتوش، ما احتضنتوش، ما شجحتوش. ربنا ذوقك لما ضقتوش في شبابك عشان تحس بالناس. احنا نحس بولادنا.
ولا سيما الايام الصعبه دي، حروب اجتاحت الكل، مش محترمه حد، الشيطان باين عليها شديد اليومين دول.